ناس قلبي. العام وانتم بألف خير، ومن أحلى الفعاليات في العيد الآيس كريم. ومن وين راح يكون؟ من رازبري. طبعا رازبري غني عن التعريف، من أشهر الأماكن عندنا في الفروزن يوغرت. والحلو إن كل مرة نيجي نلقى عندهم نكهات جديدة، حركات جديدة، مبدع هذا المكان يا جماعة. طبعا مثل ما قلت لكم، كل مرة تجون تلقون نكهات جديدة. عندهم الفروزن فروت، طبعا هذا اللي هو الايس كريم يوغرت، عندهم الفانيلا الايس كريم العادي، عندهم الاورجينال يوغرت، وعندهم المانجو، طبعا المانجو نكهات طبيعية، وعندهم اللومي، ويا اللومي يا اللومي حامض حلو، وعندهم الرمان، وعندهم الميكس بيري، هذا اللي هو ايس كريم يوغرت. يلا يا حبيبي، هذا شنو؟ فراولة. فراولة، ها؟ احلى فراولة يا حبيبي. سلام حبيبي، دلعني دلعني بأحلى إضافات يا حبيبي. أحلى مانجو، يا سلام. يا سلام، أحط لنا من هالتوتها الطيب، يا سلام من القلب يا حبيبي. يلا ونعطيها فراولة بعد يا حبيبي. الحلو يا جماعة بالرازبري إن المذاقها الطيب والتميز اللي عنده، لأن أسعاره جدا جدا مناسبة. يعني الآيس كريم عنده بدون الإضافات كم سعر الكوب هذا؟ 10 ريال فقط يا جماعة، متخيلين؟ يا سلام. وهذا البوبسيكلز طبعا هذا وقته أحلى جمعات بالعيد، مرة مرة حلو هذا، يحبون الأطفال وحتى الكبار، ومتوفر عندهم بنكهات متعددة، المانجا، الفراولة، عندهم الليمون بالنعناع، عندهم بالتوت، عندهم ما شاء الله عمار، ما شاء الله تبارك الله. وعلى فكرة يا جماعة أسعارهم جدا جدا مناسبة، يعني متخيلين الخمس حبات ب20 ريال. والله حركات حركات، يعني تعال حبيبي خذ لك بوكس واعمل أحلى تشكيلة. رازبري مشارك الأطفال فرحتهم بالعيد، عاملكم الوجوه هذه مجانا طبعا. يا سلام، طبعا بالإضافة للآيس كريم عندهم ستيك وافل. دلعني يا حبيبي، غرقني بالشوكولاتة. حركات، وعندهم أيضا الوافل بول. إبداع يا جماعة، إبداع. هذا موقع الرازبري، ابدا ما يضيع، موجود بحي الشاطي، هذا شارع عبد الله بن الحارث، هناك يصير القطيف سيتي مول، وهذا الرازبري.